نيويورك عبر سكايب المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي. أهلا بيك مرة تانية دكتور مهدي. أهلا بيكم وبضيوفكم الكرام. كده الصوت أوضح وأفضل بكتير. كنا بنتكلم مع حضرتك من شوية عن قراءتك للمشهد الانتخابي يعني في الولايات المتحدة الأمريكية واللحظات الأخيرة. في الحقيقة طبعا هذه المرة الانتخابات بها استقطاب كبير ما بين الديمقراطيين والجمهوريين. طبعا رأى العالم قبل ذلك فترة ترامب وما أتت به، ويرى الآن ما أتى به بايدن. تأثير هذه الانتخابات يتعدى الولايات المتحدة الأمريكية، بل هناك حالة من الرعب في يعني دول أخرى ممكن نتكلم فيها بعدين. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية داخليا، حالة الاستقطاب شديدة لأن ترامب يحاول إخافة المواطن الأمريكي من المهاجرين مثلا. صحيح. ويستخدم أساليب وكأن الاقتصاد الأمريكي منهار، على العكس من قراءات كل التقريرات الصحفية ومثلا بلومبرج. احنا الان لدينا نمو اقتصادي لم تشهده الولايات المتحده الامريكيه، نسبه البطاله الاقل في التاريخ، حتى ما نسميه هنا في زيرو بطاله، نسبه التضخم انخفضت من 9% لاقل من 4%. ما اتى به ترامب في خلال مرحلته هو رفع سقف الدين 6 مرات، لذلك هناك مشكلة اقتصادية أساسية. في المقابل الديمقراطيين يروا أنه لابد من رفع الضرائب على القادرين، فمثلا الأسرة اللي بتعمل أكثر من 400,000 دولار لابد أن تدفع ضرائب أكثر مما تدفعه الآن. رجال الأعمال، الشركات لديها يعني تخفيضات ضريبية غير مقبولة ومساهمات أقل من المواطن العادي. الخدمات الطبية، ترى الإدارة الديمقراطية أنه لابد، دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى، لابد أن يكون هناك رعاية صحية شاملة لكل المواطنين. أيضا دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أيضا البنى التحتية، البنية التحتية التي أهملت على عقود في عهد الجمهوريين. فهناك سياسات مختلفة، ده بالنسبة للداخلية. أما بالنسبة للسياسات الخارجية فإن هناك تخوف كبير في أوروبا، لأن ترامب أعلن ويعلن دائما أنه سيفرض رسوم جمركية على الواردات من أوروبا تصل إلى 20% وأكثر، وسيفرض رسوم على الواردات من الصين أكثر من 60% وقد تصل إلى 200%. طبعا هذا الكلام يعني لأي من يفقه حتى في مبادئ الاقتصاد هيعود بالضرر على المواطن الامريكي، لانه هو المستهلك. الولايات المتحده الامريكيه تستهلك 35% من انتاج الصين بالكامل. الدول الاوروبيه اقرب شريك لها تجاري هو الولايات المتحده الامريكيه. حتى ولو ظهر، وهذا دائما ترامب يخاطب الفئه التي يعني ليست يعني مثقفه بشكل كبير، من خلال انه يقول امريكا اولا وليتس ميك امريكا جريت اجين، يعني دعنا نجعل الولايات المتحده الامريكيه عظيمه مره اخرى، لكن لا يقول كيف ولا ازاي. فلذلك لدينا مشكله كبيره في ان ما يسوقه ترامب يؤدي على المدى الطويل لهبوط كبير في الاقتصاد. يعني دكتور مهدي، حضرتك ترى انه يمكن الدول الاوروبيه تميل اكثر الى كامالا هاريس او مرشحه الحزب الديمقراطي؟ بالطبع، لان احنا في عالم اقتصادي بحت، يعني ولو راينا وسمعنا يعني ما قيل في الناتو مثلا، ان خروج الولايات المتحده الامريكيه من الناتو سيؤدي الى انهيار هذه القوه، ايضا السوق الاوروبيه المشتركه. فلذلك السياسات الاقتصاديه التي يعلنها ترامب سياسات غير مسؤوله على الاطلاق، خاصه وان هناك لدينا شراكه كبيره بيننا وبين اوروبا. فهذه السياسات قد تؤدي الى انهيار في الاقتصاد العالمي بشكل كبير. طب رؤيتك لقضايا الشرق الاوسط، وطبعا في القلب منها الصراع المحتدم في قطاع غزه وملفات الشرق الاوسط، ايا كان الفائز دونالد ترامب او كامالا هاريس، هل حضرتك مع الرؤيه انه هناك ثوابت في السياسه الامريكيه تجاه قضايا الشرق الاوسط لن تتغير، ولا ممكن نشوف تعاطي مختلف إذا فاز ترامب أو فازت كامالا هاريس؟
صحيح. دكتور مهدي، اخيرا واحنا يعني في اللحظات الاخيره ايضا لحسم الانتخابات الامريكيه، ماذا عن الولايات المتارجحه حسب استطلاعات الراي حتى الان؟ 7 ولايات متارجحه هي من تحسم هذه الانتخابات. إلى الآن طبعا ليس لدينا إلا التصويت المبكر، وفي ولايات معينة لا يمكن حسب قانون هذه الولاية، ودي نقطة، الانتخابات الولايات المتحدة معقدة جدا. ولاية بنسلفانيا مثلا لا يسمح بفرز الأصوات المبكرة إلا بعد أن تصل الأصوات العادية، وهي اليوم في الانتخابات مساء اليوم يتم فرز جميع الأصوات. هناك ولايات أخرى تم فرز الأصوات فيها، فمثلا ولاية مثل أوهايو من المنظور المبدئي كاميلا هاريس حصلت على 47%، دونالد ترامب على 41%، وهناك المستقلين في النص. هذا لا يعني شيء، لكن الولايات المتارجحة تمثل خطر كبير على كلا من المرشحين، لأن هناك هناك مرشح ثالث. كثيرين لا يتكلمون عن جيل ستاين مرشحة الحزب الأخضر، والتي ظهرت بوضوح مع الشباب ومع العرب والمسلمين. أي تصويت لجيل ستاين قد يؤثر في الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين، ولكن لا يمكن الحسم بهذه النتائج إلا بعد انتهاء التصويت وانتظار بعض الأيام، لأنني لا أتوقع أن النتيجة ستظهر اليوم. وضحت الفكرة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مهدي عفيفي المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، كنت معنا عبر سكايب.